بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى نموذج لفرض الفترة الأولى في المادة وتحولاتها لمستوى السنة الثانية من التعليم المتوسط، وبدون إطالة مع وضعيته الأولى. في هذه الوضعية يطلب منا أن نملأ الفراغات بما يناسبه. إذن لدينا يتواجد الماء في الطبيعة على إحدى الحالات الفيزيائية التالية. إذن الفراغ الأول، الثاني، الثالث، الحالة السائلة، الحالة الصلبة، الحالة الغازية. العبارة الثانية، عندما نترك الماء في مجمد الثلاجة لمدة كافية فإنه يتجمد. الثالثة، عندما نخرج الماء المتجمد من الثلاجة ونتركه لمدة كافية فإنه ينصهر. العبارة الرابعة، إذا استمر الماء في الغليان فإنه يتبخر. العبارة الموالية، عندما يلامس بخار الماء سطحا باردا فإنه يتكاثف. العبارة الموالية، الماء النقي يتجمد عند الدرجة صفر مئوية تحت الضغط العادي. والعبارة الأخيرة، الماء النقي يغلي عند الدرجة 100 مئوية تحت الضغط العادي. ننتقل إلى الوضعية الثانية. يتفاعل حمض الخل مع بيكربونات الصوديوم فينتج عن ذلك محلول مائي لخلات الصوديوم، وينطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون. وبخصوص هذا التحول دار نقاش بين الأخوين سعد وسعاد حول كتلة الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول، حيث قال سعد بأن كتلة الجملة بعد التحول تكون أقل مما كانت عليه قبل التحول، معلل ذلك بخفة الغاز المنبعث. أما سعاد فقال بأن كتلة الجملة بعد التحول تكون مساوية لكتلة الجملة قبل التحول. واحد، ما هي مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول؟ 2، ثانيا، ما نوع التحول الحادث في هذه التجربة؟ علل إجابتك. ثالثا، أي الإجابتين تؤيد مع التعليل؟ رابعا، اقترح بروتوكولا تجريبيا تؤكد به إجابتك. إذن فمكونات الجملة الكيميائية قبل التحول، الجملة مكونة من حمض الخل وبيكربون. بعد التحول فهي مكونة من خلات الصوديوم وثنائي أكسيد الكربون. ما نوع التحول الحادث؟ التحول الحادث في هذه التجربة هو تحول كيميائي التعليل. في هذا التحول حدث اختفاء للمواد الابتدائية وهي حمض الخل وبيكربونات الصوديوم، وظهرت مواد جديدة مختلفة عنها وهي خلات الصوديوم وغاز ثنائي أكسيد الكربون. المطلب الثالث، أي الإجابتين تؤيد مع التعليل؟ الإجابة التي نؤيدها هي إجابة سعاد، أي أن كتلة الجملة بعد التحول تكون مساوية لكتلة الجملة قبل التحول. ما هو التعليل أو الحجة؟ لأن الكتلة منحفظة أو محفوظة أثناء التحول الكيميائي. البروتوكول التجريبي الذي يؤكد هذه الإجابة يتمثل في التجربة التالية. أولا، نضع كمية من حمض الخل في قارورة بلاستيكية، ونضع كمية من بيكربونات الصوديوم في مثانة مطاطية كما هو مبين في الصورة اليسرى. دون أن نخلط المزيج نقوم بوزن الكل على ميزان رقمي، فمثلا نجد القيمة الإجمالية هي 150 غرام. 150 غرام هي هنا يدخل فيها كل ما هو على الميزان، بمعنى يمكن أن يكون القارورة والخل والبيكربونات والمثانة رغم أنها غير ممتزجة. بعد ذلك نسد فتحة القارورة بالمثانة المطاطية دون مزج البيكربونات كما قلنا، ونقيس الكتلة كما هو مبين في الصورة اليسرى. ثم نفرغ محتوى المثانة المطاطية في القارورة دون فتحها كما هو مبين في الصورة اليمنى. وبعد نهاية التحول نقيس كتلة التركيب من جديد. هنا نلاحظ أنه حدث تفاعل الخل مع بيكربونات الصوديوم وانطلق الغاز الذي تم احتباسه واحتجازه في المثانة لكي يتم وزنه مع المحلول دون أي ضياع. إذن فنحصل على نفس النتيجة السابقة التي هي 150 غرام. إذن هذا هو البروتوكول التجريبي الذي يثبت الكتلة أثناء التحول الكيميائي.
نمر إلى الوضعية الثالثة. لدينا هذه الوثيقة التي طرحت بشأنها مجموعة من الأسئلة. ما هي العناصر المشار إليها بالأسهم في هذه الوثيقة؟ إذا نسمي العناصر. أولا الأنبوب المتصل بالقطب الموجب فيه كمية من الغاز أقل، فهو غاز الأكسجين. والأنبوب المتصل بالقطب السالب فهو الأكثر، وهو غاز الهيدروجين. ثالثا السهم رقم 3 يشير إلى أن هذا الوعاء هو وعاء تحليل الكهرباء. و بي هو المصرع السالب لأنه يتصل بالقطب السالب. و رابعا هو الماء أو المحلول المائي. و أ هو المصرع الموجب. تتبع مسار التيار الكهربائي في هذه الدارة مبينا العناصر التي مر من خلالها. إذا مسار التيار الكهربائي في هذه الدارة الكهربائية: واحد، يخرج تيار كهربائي من القطب الموجب للمولد ويصل إلى المصرع A بواسطة الأسلاك الناقلة، ومن المصرع A يصل إلى المصرع B بواسطة المحلول المائي، ومن المصرع B إلى القطب السالب للمولد بواسطة الأسلاك الناقلة. يعني إذا تتبعنا مسار التيار، هذا هو المولد، يخرج التيار من القطب الموجب عبر هذا السلك ثم القاطعة المغلقة مرورا إلى هذا السلك الذي يمر داخل هيكل الإناء بهذا الاتجاه ليخرج إلى هذه المنطقة أو هذا الجزء الذي هو المصرع A كما سميناه. إذن وينتقل التيار الكهربائي من المصرع A عبر المحلول هكذا إلى المصرع B هكذا، ثم ينزل عبر السلك المختفي هنا في المادة العازلة ليظهر هنا عند السلك هذا الذي يتجه إلى القطب السالب. إذن فهذا هو مسلك التيار الكهربائي في هذه الدارة. السؤال الرابع: ما هي مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول؟ إذا هنا مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول تتمثل في الماء، وبعد التحول تتمثل في غاز ثنائي الهيدروجين وغاز ثنائي الأكسجين. رابعا، التحول الحادث للماء في هذه التجربة ما نوعه؟ هو تحول كيميائي. التعليل: التحول الحادث في هذه التجربة هو كيميائي. لماذا؟ لأن المادة الابتدائية وهي الماء قد اختفت ونتجت مواد جديدة مختلفة عن الماء، وهي غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.